بهدف الوصول إلى مجتمع آمن ومستعد لمواجهة الكوارث والأزمات، ينطلق مؤتمر الطوارئ والأزمات 2016 أساليب مبتكرة لوطن آمن بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين والباحثين العرب والدوليين. ويتزامن هذا المؤتمر مع ما مرت به الدولة من تحدي في الأحوال الجوية مؤخرا وكيف تعاملت الجهات المعنية بكل حرفية مع هذه الظروف، إذ يسعى المؤتمر إلى إيجاد أساليب مبتكرة تقوم على التخطيط المسبق والاستعداد الجيد والجاهزية الكاملة. ويناقش المؤتمر 5 محاور رئيسة هي النظرة الشاملة للأمن والأساليب الحديثة في إدارة الكوارث والأزمات والمتغيرات العالمية، فضلا عن الأسباب والتداعيات والحلول، والدور المحوري للإعلام في إدارة الأزمات والكوارث وما يليها من التحديات والحلول في مرحلة التعافي. كما يشتمل المؤتمر على ورشتي عمل تناقشان التخطيط الاستراتيجي في إدارة الطوارئ والأزمات وكيفية بناء الجاهزية، مما يعبر عن استراتيجية هامة تحقق الأمن والقوة وتستلزم أساليب مبتكرة في التعامل مع الكوارث والأزمات بشتى أنواعها. تأتي أهمية المؤتمر لما يعيشه عالمنا المعاصر من أزمات صعبة ومتعددة المستويات ومتشعبة المحاور، سواء كانت حروبا وصراعات أو هجمات إرهابية أو حتى كوارث طبيعية مدمرة، مما يحتم عملية التدارس والنقاش والتفكير والتصدي لهذه الكوارث وتوابعها بطرق علمية سليمة تقوم على البحث العلمي الممنهج الدقيق النتائج.